عشان عيونك يا ريس يا هلالي، لأن حلفت إنك تقسم الغطريف في الصين. حمنحك مجد المواجهة مع الغطريف، وده أكبر تشريف هتاخده قبل ما تموت. الغطريف وصل، الغطريف وصل. ايه بنت اختي؟ مش خلاص قلت جابت ولد؟ ايوه يا سيدي ولد. خلاص ترتاح تتهد؟ مش كفايه جوزها غانم هيركبنا بالولد ويطيح؟ الدور الباقي عليا انا. ستي عايزاك عشان ابن الست خضرة. قلت ابن الست خضرة؟ يعني خضرة كانت ولد؟ ولا اشتدت وقامت الحرب الايدي نامت ولا اشتدت وقامت والكل محط صامت ما بين شتت وشامت وادي الحدادي حامت وادي الحدادي حامت وادي الحدادي حامت وادي الحدادي حامت المراد ولا حد ارتاح فؤاده ولا حدنا المراد ولا حد ارتاح فؤاده والقلب همومه زاده والعين في دموعها عامل وادي الحدادي حامد وادي الحدادي حامد وادي الحدادي حامد وادي الحدادي حامد حرب الايدان بلش تدت وقامت الحرب الايدان قامت بلش تدت وقامت والكل محط صامت ما بتشتت وشامت وادي الحدادي حامت وادي الحدادي حامت وادي الحدادي حامت وادي الحدادي خلف لهانا والعقل لم نهانا حلم الخلف لهانا والعقل لم نهانا وزماننا الشين سهانا والسكة صدنا غامق وادي الحدادي حامد وادي الحدادي حامد وادي الحدادي حامد وادي الحدادي أنت خلفت ولد بصحيح؟ روحوا دلوقتي حضروا الغنم اللي هنذبحها على اسم الأمير دياب، واحدة منكم تاخد وراها الباب. ولد وكمان سميتوه دياب؟ اسمعني يا خالي القاضي، ابن خضرة ورزق ده شؤم وهلاك على الهلالية وعلى الكل. وضح على طول، على مخ مش فاضل شيء، كفاية اللي أنا فيه. خضرة ما جابش الرزق بعد سنين وسنين ولد، لا جابته نحس وخراب ودمار، يومها توحمت على غراب. غراب بومة. المهم ولد. لا يا خالي القاضي اسمعني وافتكر، افتكر قول الرمال لما قال في الديوان ان رزق ده مش هيجيب ولد. ايوه صحيح، واللي حصل يثبت ان كلامه صح. الغراب كان نار في السماء ولعة، وتحول لغراب وقبله نار وبعده نار شر وشرار، وخضرة مد ايديها للغراب والنار والناس بتصرخ وتقع من الرعب،
ونسوان كلها موجودة تشهد على قولي إن كنت بكذب. أنت الكلام ده ليلة الوهم. أيوة صحيح، مراتي قالت لي الكل كان يتمنى إنه يجيب بنت، جاب ولد، رزق جديد يزل فينا ويخرب علينا. يعني كلامي صح يا خالي القاضي؟ كلامي صح؟ العيل ده وراه نحس وخراب. قولي يا خالي القاضي هتعمل ايه؟ في ايه؟ بتسألني انا يا خالي القاضي؟ ده انت القاضي وسيد الناس وقبايل الهلايل كلها عايشة في ظلك، مش في ظل سرحان السلطان. خالي قاضي لازم تنجدهم. من ايه يا بنت؟ انا مش فاهم، هاتي من الاخر علشان انا عايز اروح انام. تخلص من نحس الغراب ومره، تخفي الولد ونتقي شره. يعني نخطف ابن رزق يا مجنونه؟ لو ما عملناش كده نبقى مجانين حقيقي. خلي قاضي هنستنى ايه؟ هنستنى لما نحسه يحل علينا ويهلكنا؟ وازاي بقى؟ ومين يخطفه؟ دي سهله قوي يا خالي القاضي، عندك عبدك راشد شاطر ولعيم، باشاره منك ينفذ على طول. لا 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 لا، انا قاضي القبائل كلها، يتحول لحرام عيال؟ جرى ايه يا خالي القاضي؟ هي دي اول مره؟ ما انت طول عمرك بتعتني يا بنت. الكل بره في الحرب وده انسب وقت. خلاص اعمليها انت بعيد عني. طيب يا خالي القاضي ابعت لي عبدك راشد وانا هتصرف وياه. خلاص اتكتموا النسوان، اتكتموا. خلصتوا ولادة؟ جبتوا العيال؟ لكن ولا عارفين زي الرجالة اندبحوا ولا هيرجعوا من تاني. يا أبايل، ليلة على حرف الحياة والموت، ندهى على طفل اللي بينزل من بطن أمه، وندهى من عزرائيل على راجل فوق فرسه أو تحت سنابك الخيل. والأعجب من ده كله اللي طير النوم من عيني، الطير قلتف. وده ايه ده كمان؟ ده راشد عبد بدير ابو جعوره. طب داخل يتسحب على بيت رزق الهلالي ليه؟ وفي نص الليل ليه؟ بيحصل تاني؟ ده راشد عبد بدير خارج مضروب خنجر. الا في ايه دخل بيت رزق يتسحب؟ وفي ايه خرج مضروب خنجر؟ لازم كان ناوي على شر وهم ظبطوه. ايه اللي بيحصل بينكم يا امرا في الليله الغبره دي؟ انت قلت انه عبد اسود ده صحيح؟
غطيس يا مولاي غطيس، ده زي لون الغراب او لون الفحم. شفت يا خال القاضي؟ قصدك ايه؟ وهي دي لسه عايزالها قصد؟ يعني خضرة خضرة خلفت من حد تاني غير رزق الهلالي؟ عبد يا خالي، عبد عبد اسود غطيس خانته مع عبد. وهو بعينه اللي طعن عبدك راشد وكان حيقتله، ما تقوله. ايوه يا مولاتي. ايوه ايوه ايه ايوه ايه انت وضح. ايوه رباح ده عمره ما بيأذي حد، اللي خلى بقى يضربني بالخنجر. ده انت ما شفتش يا مولاي وانا رايح على العين. لا 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 لا, 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 لا. مستحيل. لا 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 مستحيل. انت هتغنيها؟ احسبها يا خال القاضي. رزق بقاله سنين وسنين كان قاطع منه الخلف، من بعد ما جاب البت شيحه صابوا التلف. واخد بالك يا خالي؟ صابوا التلف. عدى الستين ما فضلش معاه غير سيفه بيحميكوا وطول لسانه عليكم، وفي الاخر يكسروا عبد. حكمه ربنا وامره مفترع على الكل. زلوا خضره دي تيجي من خضره؟ ما انت زي جوزي غانم زي سرحان، كلكم عشقتوها وما تطيقوا كلمه عليها. اتقدمي يا ولد، انت قدام العبد راشد، عشق ايه اللي بتقولي عليه؟ كلكم رحتوا لابوها الحرب تساعدوه وعشقتوها، بس اللي فاز بيها رزق. واخرتها تخون مع عبد. خلي يا قاضي، هتستنى ايه؟ هتستنى ايه؟ دي فرصة تقطع عليه. وانت شايفة ايه؟ العبد اللي عمل عملته نحط ايدنا عليه. ايوه بس مش انا اللي هجيبه. اطم رقبتك، هو مفيش غيرك يا هباب. سيدك عنده العسكر والحجاب وهيؤمر في السر ويتصرف. خلي يا قاضي اتصرف، وانا من خضرة هخلص طاري ومنها ابرد ناري. سيبك وطي صوتك يا عبد. سيبك خير اسكت. الله عليك. ايه اللي جرى لنا يا ناس؟ في ايه يا سعيده؟ ماله رزقي ماله؟ يا ستي ما تفزعلهاش يا ملعونه. في ايه يا عسكر؟ ماله رزقي؟ رزقي هيكون بخير يا خضرة. امسكي الولد يا سعيده. حاضر. ايه ده؟ هو ده الوليد؟ ايوه يا سيدي، مفيش داعي حد يعرف دلوقتي. ده ابن رزق؟ معقول العبد ده ابن الهلاين؟ يعني رفض وعسى يعود ويا الرجال يا مولاي، وقال قال ايه علام؟ اتكلم. قال كلام ملوش معنى يا مولاي. سألوه عن طير النار اللي شفته في السماء وفي الحلم. سألوا وقال ايه؟ انت يا علام. قال دوروا على عبد اسود تلاقوا الرد معاه. عبد اسود؟ كلام ملوش معنى يا مولاي زي ما قلت. معزه ما بيقولش كلام ملوش معنى. طير النار يتحول لطير اسود. يمكن يا مولاي يقصد حد من البربر. تاني البربر يا علام؟ لكن ازاي معذب يرفض يجي يقابلني هنا؟ لازم يعاقب يا مولاي. لا، مش قبل ما يرد ويقول لي يقصد ايه بالطير الاسود والعبد الاسود. هاتوه كبلوه بالقوه جيبوه. مولاي عفوا. في ايه؟ هجوم يا مولاي، هجوم من البربر على طرف البلد. البربر؟ اكيد.
امين في مملكه الزناتي يجرؤ يرفع قصاده سيف. انا قلت ما صدقتش يا مولاي. قلت ايه يا علام؟ عوالي لما خرجت بره البلاد خرجت لهدف. عوالي باذن مولاي اتصرف. انا اللي هتصرف بايدي انا بسيف. مولاي هنطلع وراهم للجبل. انا اللي هطلع الجبل وكل ما في الجبل هيتحول الى رماد لكدمة لازم تختفي يختفي معاها سكان الجبل. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.